وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الخلية التي كانت ضعيفة فيها إطار ونصف فقط من النحل، وقمت بمعالجتها بدواء مانوا برو، وقمت بتغذيتها ووقايتها من الأمراض بخل التفاح والثوم. كما قلت لكم قمت بالتعقيم الكلي. أصبحت الخلية بأربعة إطارات، وأضفت لها إطارين إخواني الكرام، إطار أساس وإطار مبني. وكذلك إخواني الكرام نشاهد إن قامت هذه الخلية بالتوسيع من جراء وقايتها ومعالجتها من الأمراض وتعقيمها بخل التفاح والثوم. هل التفاح والثوم فعال أم لا؟ فلذا إخواني الكرام تابعوا معي وشاهدوا النتيجة. هذا خلال 10 أيام إخواني الكرام. دائما أنا أقول لكم أتفقد الخلايا كل 10 أيام. وضعت هذه الإطارات في 29 من شهر أبريل، يعني من 29 الشهر الرابع، والآن نحن اليوم 9 من الشهر الخامس، يعني 10 أيام منذ أن قمت بإضافة هذه الإطارات. سأشاهد وألاحظ إن قام النحل ببناء إطار ووضعت الملكة فيه البيض أم لا، لكي أقوم بإضافة إطارات أخرى إخواني الكرام. لأنني قلت لكم هذه الخلية سأقوم بتجيشها وتقسيمها وسأجني منها العسل إن شاء الله إذا كان العام جيد، أي المرعى جيد إخواني. وستشاهدون الطريقة خطوة بخطوة. هذا الإطار فيه حبوب لقاح، دائما أنا أقول لكم بأن هذا الإطار يكون هو الذي يغطي الإطارات الأخرى. انظروا هذا الإطار الذي وضعته إطار الأساس، قام النحل ببنائه قليل فقط من هنا وقليل من هنا، يعني لم تتوسع خلال 10 أيام، لكن الحضنة المغلقة قد خرجت من الإطار الذي كان في القديم، من الإطار الذي كان قديم. انظروا هذه هي حضنة مغلقة، سأشاهد الإطار الثاني. بيوت تحذير، أنا أقوم بهذا بيوت تحذير، هذا الإطار الذي وضعته مبني، وضعت الملكة فيه البيض إخواني الكرام، ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله بيض بالكامل، النور حضنة مغلقة هنا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الإطار هذا أي الذي وضعناه في الكسر، وإن لم تخرج الشرنقة،
الآن سأقوم بوضع إطار. الآن أصبحت الخلية إخواني الكرام إطار 2 3 4 5 6 إطارات. 6 إطارات إخواني الكرام. سأقوم بوضع إطارين بين حضانتين مغلقتين. لا تخاف أخي الكريم، ضع فقط في النحل هنا، لا تكثر كثيرا، فقط في النحل هنا سيقوم بالبناء، ولا تخاف على الحضانة المغلقة لأن الجو دافئ. انظروا ماذا سأفعل أنا. أقوم به وضع إطارات أساس. المهم التغذية، هي ما دام تكون التغذية لا تخاف. انظروا إخواني، تاسع، وهذا تاسع، وهذا انظروا إخواني الكرام، فقد قمت بإضافة هذا الإطار وهذا الإطار وهذا الإطار. 3 إطارات إخواني الكرام، وأصبحت الخلية بإطار 2 3 4 5 6 7 8 9. هذا الإطار دائما أقول لكم الإطار الأخير، أقوم بتغطية الإطارات فقط، يعني تضييق الخلية فقط. وكما تشاهدون إخواني الكرام، الذي وضعناه في 20 اليوم الرابع قام النحل ببنائه وأصبح به يرقات وحضنة مغلقة، والذي في 29 اليوم الرابع كذلك قام النحل ببنائه وأصبحت به يرقات وحضنة مغلقة، والآن قمت بإضافة 3 إطارات. سأنتظر هنا لمدة 10 أيام أخرى وأتفقد الخلية. إلى هنا إخواني الكرام انتهينا من الشرح. ما الذي سؤال أو استفسار يكتب في التعليق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لك على المشاهدة، دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. قناة النحلة.